لا أحد ينكر الحاجة للتغيير إلا الذي هو بحاجة للتغيير. فقطار الأمة خرج عن سكته بلا ريب، وهو يسير بها في متاهة سكك أخرى تؤدي به إلى كل انحطاط إلا محطة قدره. والمؤمن في أمته كمسافر ضل الطريق وتداخلت عليه العناوين وتشتت في المحطات الخاطئة عبر قرون طويلة. كثيرون سكنوا كتب التراث تنقيباً عن دواء الخلاص، لظنهم أن الآباء كانوا يعيشون أمجاداً عظيمة، وكأن مراد الدين فتح يشترك في سجله مع الإسكندر وجنكيز خان ونابليون. فبئسها من عظمة ما فيها من سيماء النبيين السمة. وآخرون يبحثون عن الخلاص في حداثة تقدمية، وبعض عاد للقرآن يتلمس منه طريق الخلاص. ونعم الطريق لو اهتدوا منهاجه وعرفوا مفاتحه. دائماً وأبداً من العقول يبدأ تغيير ما بالأنفس، ومن العقل نبدأ التغيير. رحلة الوقوف أمام المرايا لبيان المفاهيم مفهوماً على أثر مفهوم، مساهمة من جمعية التجديد الثقافية في هذا المشروع الذي تتعاون فيه أيدي مباركة كثيرة للخروج من الظلمات إلى النور.